هل لبس الدبلة للنساء بدعة نصرانية؟ لأنني قرأت بأن دبلة الخطبة أو الزواج للرجل وإن كانت فضة، وأيضا للمرأة بدعة نصرانية، هل هذا صحيح؟ الدبلة التي تسأل عنها السائلة لا يعلم لها أصلا، والذي يظهر لنا من ذلك أن فيها تشبها بالكفرة لأنها من عادتهم فيما بلغنا، فلا ينبغي اتخاذها، فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة والاتفاق بين الخاطب والمخطوب منهم، ويكفي ذلك من غير حاجة إلى الدبلة، ومتى تم الأمر بالعقد الشرعي انتهى كل شيء. أما الدبلة فلا حاجة إليها، ولا حاجة للتشبه بأعداء الله، لا من النصارى ولا من غيرهم. سؤالها فالواجب الثاني، البعد عن مشابهة أعداء الله في كل شيء. نعم. نعم،